شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية. وعلى هامش التوقيع أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جيدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبريات الشركات العالمية لإقامة مشروع بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانغ وينتاو. ويأتي المشروع تتويجا للخطابات المتبادلة الموقعة بين مصر والصين في 16 من نوفمبر 2015، والتي تضمنت اتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع ومتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 من يناير 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 من يونيو 2023. وصدق الجانبان المصري والصيني على جاهزية المشروع للتسليم، وعلى قيام الجانب الصيني بتسليم المشروع إلى الجانب المصري مع ضمان المشروع لمدة 2 عامين. تتواصل جلسة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ضمن جلسات الحوار الاقتصادي المنبثق عن الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتناقش جلسات الحوار الاقتصادي المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحلول المختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول بالنقاشات الجارية إلى حلول تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بسبب الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 35% لتصل إلى 83.94 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 43% لتستقر الأسعار فوق 79.21 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى 62.68 دولار لللتر. ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.32% لتسجل 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادي في المملكة صكوكا مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات بقيمة 2 ملياري دولار. وصدرت الصكوك بعلاوة تقدر ب 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق نفس السندات، بعدما تلقت طرح طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.